السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة سوف نركز على ثلاثة نقاط رئيسية. والأمر الأول يتعلق بالعائد الضريبي على شيك البطالة الذي تحدثت فيه، والذي يتعلق بالعشرة آلاف ومائتين الأولى من البطالة التي توصل بها العاطلون عن العمل. سوف نتحدث على مشكل نقص اليد العاملة، وسوف نركز على الولايات التي فيها فائض في الوظائف. كذلك سوف نتحدث على القرصنة التي تعرضت لها مرة أخرى أكبر شركة لحوم في العالم، والتي يعني مقرها أعتقد كولورادو هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف نتحدث أخيرا وهو خبر خاص بشركة وولمارت. فبالنسبة للعائد الضريبي على شيك البطالة، كما تعلمون هناك العديد من الناس الذين قدموا على يعني التصريح الضريبي بداية هذه السنة، وبعد ظهور الحزمة المالية تم الإعلان على أنه سوف يتم إعفاء الضرائب على 10200 الأولى التي يعني حصل عليها العاطلون عن العمل. فكان أولئك الناس أمام أمرين، يعني أو أمام أمر وهو كيف سوف يستردون الأموال التي قاموا بدفعها بخصوص الضرائب، لتقوم إدارة الضرائب بعد شهر من ذلك الأمر بالإعلان على أن كل إنسان قام بالتصريح الضريبي قبل مثلا إصدار الحزمة المالية الثالثة وتم اقتطاع ضرائب على يعني 10200 الأولى من البطالة أو أموال البطالة توصل بها، فسوف تقوم إدارة الضرائب بإرسال عائد إلى هذا الشخص. العائد سوف يتراوح بين 1020 دولار إلى 2048 دولار. هذا الأمر يختلف بين الحالات، ويختلف بين المتزوجين، ويختلف بين العزاب. كذلك إدارة الضرائب صرحت على أنها بدأت في إرسال هذا العائد الضريبي بداية 10 ماي. الآن نحن في الأسبوع الأول تقريبا من شهر يونيو. فإذا كنت قد توصلت بهذا العائد الخاص بال 10200 دولار، فالمرجو منكم وضعوا تعليقكم في أسفل هذا الفيديو حتى تعم الفائدة بين الجميع، بين الناس الذين ما زالوا لحد الآن ينتظرون هذا الأمر. فعلى كل حال العملية بدأت في 10 من ماي، بدأت إدارة الضرائب تقوم بإرسال الأموال. كما قلت في العديد من الفيديوهات، إدارة الضرائب سوف تركز على العزاب أولا، بعد ذلك سوف تنتقل إلى المتزوجين، وفي المرحلة الثالثة سوف تركز على أولئك الذين لديهم تصريح ضريبي شيئا ما معقد وفيه العديد من الاقتطاعات والإعفاءات. فهذا بالنسبة لما يتعلق بالشيك الخاص بال 10200 دولار من أموال إعانة البطالة. بالنسبة للموضوع الثاني والذي يتعلق بنقص اليد العاملة، فغرفة التجارة الأمريكية أعلنت في تقرير أصدرته مؤخرا بخصوص النقص في اليد العاملة. التصريح أوضح أنه في مارس سنة 2021 أعلن على أنه هناك 7.5 مليون وظيفة، 7.5 مليون وظيفة. في شهر أبريل من سنة 2021 تم الإعلان على أنه هناك 8.1 مليون وظيفة. ومن بين القطاعات التي عرفت ارتفاعا في الإعلانات الوظائف هو قطاع التعليم وقطاع الصحة، لكن يلاحظ أن فرص العمل في هاتين القطاعين أكبر من عدد الطلبات التي تم تقديمها، بمعنى أنه هناك فائض في فرص العمل، لكن هناك نقص في الطلب أو تقديم الناس العاطلين عن العمل على فرص العمل. كذلك التقرير أوضح أن هناك ولايات فرص العمل أكبر بشكل كثير من أعداد العاطلين، يعني فرص العمل أكبر من عدد العاطلين، وهذه الولايات هي ساوث داكوتا، فيرمونت، نيبراسكا بالميدويست أو الوسط الغربي الأمريكي. فيعتقد أنه إذا استمر الأمر هكذا، بمعنى أن هناك فائض في يعني فرص العمل، لكن هناك نقص في اليد العاملة بالإضافة إلى التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي، فهذا الأمر سوف يؤثر سلبا على يعني القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، لأن كل ما عاد الناس إلى أعمالهم كل ما كان هناك المزيد من الدخل، كل ما ساعد هذا الأمر في تجاوز التضخم. كلما كان هناك نقص في اليد العاملة وهناك ارتفاع في الأسعار، فهذا الأمر سوف يؤثر على القدرة الشرائية للناس. هذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار.
بالنسبة للموضوع الثالث في هذه الحلقة ويتعلق بقرصنة أكبر شركة لحوم في العالم. كما تعلمون قبل أسابيع تحدثت على قرصنة يعني شركة خط أنابيب الذي يسمى كرونين بايبلاين. هناك شركة يعني تأمين تم قرصنتها، الآن تمت قرصنة أكبر شركة لحوم والتي تعتبر كما قلت أكبر شركة إنتاج لحوم في العالم. سبب هذا يعني الهجوم تعرضت له شركة في أمريكا، في أمريكا الشمالية وأستراليا. الشركة أبلغت الحكومة الأمريكية بالهجوم يوم الأحد، والحكومة الأمريكية أعلنت أن المهاجمين طالبوا بفدية، وتم الإعلان على أن المنظمة الإجرامية تتخذ من روسيا مقر لها. مرة أخرى، من قام بعملية يعني الهاكين أو القرصنة هم حد الآن عصابة تقيم في روسيا. لا نعلم هل هي عصابة روسية أم فقط عصابة تقيم في روسيا. مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI هو الذي تم تكليفه بالتحقيق في هذه العملية، وهناك تعاون بين الحكومة الأمريكية والروسية لحل هذا المشكل. الأرقام تقول مع كامل الأسف أن خمس لحوم بقر، لحوم البقر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، خمس يعني كل ما تنتجه هذه الشركة، خمس الإنتاج في أمريكا يأتي من هذه الشركة. في حال لم تقم هذه الشركة بحل المشكل سوف يكون له تأثير سلبي على المواطن، أي أنه سوف نلاحظ ارتفاع صاروخي في أسعار اللحوم في الولايات المتحدة الأمريكية. ونختم هذه الحلقة بخبر يتعلق بشركة وولمارت. كما تعلمون شركة وولمارت من بين الشركات التي تضررت منذ ظهور الوباء، لأنه الشركة قامت بتقليص ساعات العمل، قامت بتقليص عدد العاملة وغيرها من الأمور. لكن مع الانخفاض في الإصابات بكورونا أعلنت أسواق وولمارت على بعض التغييرات، وسوف ألخصها لكم بعجالة. من بعض الأمور التي سوف تقوم شركة وولمارت بالقيام بها: تمديد ساعات العمل من الساعة السادسة صباحا، يعني من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا ابتداء من الخامس من يونيو، هذه هي ساعات العمل في وولمارت. ما عدا إذا كان هناك قانون محلي مثلا في إحدى الولايات يمنع من هذا الأمر. الصيدليات ومحل النظارات داخل وولمارت، لأنه هناك محل للصيدلية وهناك محل للنظارات، سوف يستأنف العمل بداية شهر يوليوز، الثالث من يوليوز. كذلك سوف يتم الاحتفاظ بساعات التسوق للعجزة، لأنه منذ ظهور وباء كورونا خصصت ساعة صباحية للناس العجزة يمكنهم الذهاب إلى وولمارت للتسوق، لأنه آنذاك كان هناك حديث على أن العجزة هم أول فئة عمرية تصاب بكورونا. فشركة وولمارت خصصت الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السابعة صباحا لأولئك الناس الذين هم سنهم فوق 60 سنة من أجل الذهاب إلى وولمارت للتسوق. كذلك شركة وولمارت قامت بإلغاء 20% من سعة السوق التي استعملتها للأشهر، لأن كما تعلمون بعد كورونا تم تخفيض يعني سعة السوق، فلم يسمح لأكثر من 20% من دخول يعني وولمارت. كذلك شركة وولمارت منعت الآن ارتداء الكمامات للمنقحين وليس للجميع، للمنقحين. بالنسبة إذا كنت غير منقح فإدارة وولمارت تطالبك بوضع الكمامة والحفاظ على المسافة القانونية وتعقيم العربة الخاصة بالتسوق. هذا كله ما يتعلق بموضوع هذه الحلقة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.